اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده طعمها مختلف. احنا في ايام المدارس واولادنا بيروحوا المدارس، عايزين يرجعوا يلاقوا اكله حلوه طعم جديد والتغيير حلو مع الاولاد بالذات، بنشجعهم ان هم يرجعوا ياكلوا في البيت. هنعمل لهم النهارده فطاير السوسيز بشكل جديد وبطعم جديد، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ودي حاجه سهله على كل ام، يعني السوسيس جاهز من اي سوبر ماركت، والعجينه هعلمك تعمليها ازاي، مفيش عجينه، في بدايل ثانيه هنشوفها في تفاصيل الحلقه. معايا النهارده لحمه ومكرونه، في اكله مشهوره جدا في المطبخ الليبي اسمها المبكبكه، احنا المصريين بنعملها وشطار في عمايلها، هي بالاختصار المفيد المكرونه بتستوي مع اللحمه. بس في تكنيك هنا وفي خبره طهويه، امتى انزل بالمكرونه جوه صلصه اللحمه، هي ده الموضوع، ده مربط الفرس زي ما بيقولوا يعني. معانا كمان عصير انا مسميه عصير فيتامين سي، العصير اللي احنا داخلين على الشتاء والبرد وعايزين نجهز نفسنا يبقى عندنا مناعه قويه، وخاصه اطفالنا واولادنا رايحين على المدرسه. معانا جزر وبرتقان، هنعمل عصير الجزر بالبرتقان مع عسل زهره البرسيم، اطفى اولى، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، وممكن نضيف له جنزبيل اختياري حسب الرغبة. تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعتي، بمقادير بسيطة وسهلة تقدر تعملي الأكل بشكل جديد وبطعم جديد، وأولادك دايما يحبوا يأكلوا صينية البطاطس من إيدك كل يوم، ولكن لما يكون مختلفة الشكل والطعم بالتأكيد بكده بتجبريهم يرجعوا على البيت يأكلوا من إيديك. خلينا نطلع فاصل صغير عشان عندنا معلومة غير معلومة وأفكار بسيطة وسهلة لعمل سفرة جميلة أو تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخط سير الشغل بتاعنا. حلو قوي، معانا ثلاث اطباق مهمين جدا او طبقين وعصير، هنعمل المبكبكه وهنعمل فطاير السوسيز لاولادنا علشان يرجعوا يلاقوا حاجه سهله حتى هم بياكلوها كده تبقى لطيفه مع عصير تبقى جميله. تعالوا مع بعض نعمل المبكبكه من المطبخ الليبي، وفرصه نوجه تحيه كبيره لاخواننا الليبيين والشعب الليبي من ارض مصر ام الدنيا. معانا لحم كندوز، معانا مكرونه صغيره بتاعت الكشري دي موجوده في اي سوبر ماركت، جيب المكرونه اللي بالشكل ده كده، ومعانا بصل وتوم، معجون طماطم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون، المبكبكه بتاخد كمون، وما ننساش طبعا من الفليفر روزماري وزعتر، انا بحب دايما دول يشاركوا في الاطباق بتاعتي. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه بتفاصيلها على شاشه القناه الاولى تتحدث عن نفسها. طيب لما اعمل مبكبكه يعني عايز شوربه قيمتها الغذائيه عاليه جدا والتست بتاعها عالي علشان طعم المكرونه يبقى حلو. بس هو ده اللي انا عايز اوصله لحضراتكم من الاخر. لازم هنا الشوربه اهتم بيها وبعمايلها. هتعملي المبكبكه بقى بالفراخ، هتعمليها باللحمه زي ما انت عايزه. طب ازاي نعمل شويه شوربه حلوين؟ سواء هنعمل مبكبكه او هنعمل فته بالشوربه دي، احنا مع بعض اهو. ادي بصلايه تتقطع حلو كده، وانا كده عندي ايه خبره طهويه شويه، او عندي فراسه في ان انا اخد طعم السكريات والكرمله بتاع البصل ده، طعمه يبقى ظاهر في الاكله، ما يبقاش مصنن ولا يبقى فيه ريحه بصل في الاكل. حلو الكلام، يعني استطعمه بس ريحه البصل مش ظريفه في الاكل. يعني بتعملي رغيف حواوشي، تعملي صينيه كفته بالبطاطس واللحمه مثلا، البصلايه لازم تحمريها على النار قبل ما تدخليها مع بقيه المقادير او الماتيريال بتاع الاكله. الموضوع هنا ايه بيختلف. ادي البصلايه الحلوه بالشكل ده كده، معلقه زيت زيتون يا عم الشيف حلوه، ومعلقه زيت الزيتون دي بنحط عليها مكعب من الزبده لطيف زي ده كده، وانزل بالبصلايه بتاعتي. الله ايه الحلاوه دي، زي الفل. انا عينيا بتدمع، وتعلمنا من الشيف المغازي وقت ما اجي احمر بصل لاي اكله بعملها بحط شويه بهارات وشويه فليفر علشان ما تبقاش ريحه بصل، تبقى ريحه اعشاب. معلقه الزبده اللي انا حطيتها مع زيت الزيتون بتساعد على احمرار البصله سريعا من غير ما الجوس بتاعها او الميه بتاعتها تنشف. شفت البصلية بتاخد لون بسرعه، ده اللي انا عايزه. ننزل بالروزماري ده كده. انا بسلق لحمه دلوقتي او فراخ، عايزه تعمليها بالفراخ اهلا وسهلا، عايزه تعمليها باللحمه اهلا وسهلا. ادي الروزماري وادي الزعتر مع بعض، التقليبه الحلوه دي كده،
الله، بدأت البصلاية تديني لون، تديني طعم مميز. أنزل بالبهارات بتاعتنا، شوية بابريكا حلوين، قليل من الكركم أنا بحبه دايما، شوية كمون حلوين زي الفل، فلفل بدون ملح، مش هحط الملح دلوقتي خالص، خلي بالك الملح ده في المرحلة الأخيرة من السوى. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما يعرقلش عملية السوى، وفي نفس الوقت كمان أبقى عملت إيه؟ عملية نسبة وتناسب في تسوية اللحمة، ما تبقاش مالحة معايا، لأن كل ما تحط مية على اللحمة وتزودي ملح هتيجي بعد كده تاكل اللحمة تلاقي من جوه ملحة، من جوه الأنسجة بتاعتها فيها ملح. إذا جه الملح منين؟ إنك بتحط الملح وتزودي مية وتحط ملح وتزودي مية وهكذا. كده البصلة جاهزة، باخد اللحم ده كده، الله، حتة لحمة تتكلم عن نفسها، طازة أهي، ممكن لحم كندوز أو لحم ضاني يا حودة. يا شيف احمد نسبة الدهون 20% يا حبيب قلبي. ازيك يا شيف؟ والله بحبك يا شيف، وربنا يحبب فيك خلقه ويقبل بخاطرك على كل حاجة حلوة بتعملها لنا يا شيف. الله يبارك لك يا محترم. يا شيف تحيات الفريق الإعداد يا شيف، والجميع العاملين بتلفزيون المصري على كل حاجة حلوة بيقدموها لنا يا شيف. والله أنا بسمع صوتك يا محمود بحس أنا رحت الأقصر ورجعت. وسلم لي على كل أهالي الناس الطيبين في الأقصر. أنا بحب عليك يا شيف. حبيب قلبي، حبيب هارتي يا حودة. الصعيد اللي بحبه الأقصر وأسوان، بلدنا بلد السياح وفيها الحبايب تتفسح. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ اه شفت حتة اللحمة؟ ما بعرفش اغني، انا بعرف اطبخ. اه ايه الحلاوة دي؟ حتة اللحمة شربت التوابل، خدت البصلة بتوابلها ببهاراتها، روزماري، زعتر، الموضوع مختلف. طب انا عايز اللحمة دي تستوي بسرعة، مخرجنا بيقول التايم بتاع الحلقة 50 دقيقة، مش هديك ولا ثانية. حلو الكلام. تستوي اللحمة ازاي؟ بس مع الشيف المغازي في خلال 30 دقيقة اللحمة دي هتكون استوت بعون الله. عندنا المية بتغلي على النار، المية بتغلي على النار، واللحمة شوحتها مع البصل، اللهم صل على النبي. يلا يا ويلي، هو ده هو ده. استوت اللحمة. احنا هنعمل قد ايه مكرونة؟ كيس ولا اتنين؟ كيس ولا اتنين؟ كيسين. هو ده. عايز شوية شوربة، لقيت الشوربة زادت معاكي، خدي منها شيلها عندك، تعملي شوية ملوخية، تعملي شوية فتة زي ما انت عايزة، تعملي صينية بطاطس بالفراخ طالما عندك شوربة دسمة بالشكل ده كده. اللحمة عامت مع التوابل مع البهارات، أسيبها تستوي. التركية في عمل المبكبكة وأصولها هي مكرونة باللحمة، حلو، ولكن إن المكرونة تستوي جوه اللحمة وجوه صوص اللحمه ده المهم بقى. ليه بقى؟ بيبقى لها قوام ولها الطعم المميز، بتلاقي اللحمه واخده طعم المكرونه والمكرونه واخده طعم اللحمه وهكذا. انا لسه ما حطيتش ملح على فكره، المكرونه خليها كده جنبيها. اوعى تنزلي بالمكرونه دلوقتي هتعجن منك. هغطيها واسيبها تستوي. تعالوا مع بعض نخش على اللي بعده. شايف اللحمه بدات تغلي ازاي؟ لان طبعا نزلت بالميه مغليه. زي الفل. هنعمل فطاير السوسيز بالجبنه. الاولاد بيحبوا السندوتشات بشكل جديد وبطعم تاني. معانا سوسيز اللي هو الهوت دوج، معانا عجينه مقاديرها سهله جدا في متناول الكل، كوبايتين دقيق، علبه زبادي من السوبر ماركت، معلقه خميره، رشه ملح، معلقه سكر، ويا اما زيت يا اما سمنه اختياري، ونعجن العجينه ونخدم عليها كويس. والعجينه موجوده معانا جاهزه، مرحلة التخمير بنستغلها في الوقت بتاعنا ان احنا نعمل العجينة بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بلاقي كيس عمل ونفش كده بعرف ان العجينة ايه زي الفل. انا عارف، عايز اشوف العجينة الحلوة. الله على الريحة بتاعت اي دي العجينة زي الفل. مهم جدا وانت بتعملي العجينة تحط في الاعتبار العجينة تبقى سلسة في ايدك وطرية. ايه الاخبار يا عم الشيف؟ حلوة أوي. انا عجنت عجينه، مقاديرها تاني على الشاشه، كوبايتين من الدقيق، معلقه خميره بتدوبها مع معلقه سكر لضمان مفعول الخميره، السكر مع الميه مع الخميره بيبين لك الخميره شغاله ولا مش شغاله عشان نبقى في امان من اولها، ومعانا معلقه ملح، ومعانا طبعا زبادي وزيت او سمنه. شايفه العجينه في دي حلوه ازاي؟ زي الفل. تعالوا نشوف ازاي هنعمل الفطاير مع بعض بطريقه سهله وبسيطه.
بنوسع كده عشان النشابة، ومعايا حبة البركة اهيت كمان هستخدمها، واحط البلانشة دي كده. وتعالوا نشوفوا ازاي الشيف يعلمنا نعمل فطاير سهلة. اللهم صل على النبي. هنجيب البلانشة ونجيب الدقيق بتاعنا والنشابة ونبدأ نشتغل ونفرد عجين. الله، تعالي يا حلوة. العجينة دي كبيرة، عايز اقطعها نصين. والعجينة لو عندك في التلاجة بيتت بتحطها في كيس. شفت العجينة وهي بتتقطع؟ العجينة بتقطعي ملبن. خلي دي كده هنا ونفرد دي كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية فطاير كده حلوين، ممكن نعملها بالسوسيز، نعملها باللحمة، حاجات سريعة. على فكرة ممكن تبيت عندك الصبح وتحط لها في اللانش بوكس بتاع ابنك وراي على المدرسة، جوزك الصبح نازل مستعجل هياكل واحدة كده عشان لما يشرب شاي يشرب قهوة بيشربهاش على معدة فاضية. ده مهم جدا على فكرة، شرب الشاي والقهوة بالذات على معدة فاضية بيوصلنا لمرحلة صحية مش كويسة، اللي هي الحموضة، القرحة، قرحة المعدة، ارتجاع مريء بعد كده. ليه نحط نفسنا في الموقف ده؟ الصبح عادي، بس مش لازم بسكويت، يعني أنا ضد البسكويت. لازم ناكل حاجة فيها كده طعم، يعني مثلا سندوتش جبنة ماشي، أومليت بيض ماشي، فطير زي اللي عاملها دي ماشي، اختياري يعني. العجينة تترقي كده، اريح العجينة عشان لما اقطعها تديني الشكل اللي انا عايزه، ما تخمش. العجينة لو انت ما ريحتهاش قبل ما تقطعيها، هتقطعي مثلا حجم معين مثلث هتلاقي في الاخر ايه، مديكي شكل تاني. حاضر. هي الاثنين هناخد الشكل المثلث ده كده، قصدي مربع، يعني هعمل شكل مربع كده عشان عايز اعمل مربعات. حلو. ونيجي هنا كده وهنا كده، حلو قوي. ونيجي هنا كده يا عم الشيف، ودولت ست وحدات زي الفل. تمام، نعمل واحده مع بعض ونطلع فاصل، ولا حابب تطلع فاصل؟ انا معاك. زي الفل. ناخد دي مثلا، عايزينها يا عم الشيف بالايه؟ بالجبنه، نعملها بالجبنه مع السوسيس. معانا جبنه موزاريلا. شفت بقى الشيف هيجود فيه بقى؟ بناكلها في المطاعم جبنه وسوسيز او سوسيز بس، فعايزه معانا جبنه موزاريلا زي دي كده. معانا شويه بقدونس حلوين، ده الشغل بقى. ده بقدونس، اخد حبيتي السوسيز الحلوه دي كده بحطها هنا كده، واجيب سكينه صغيره كده بفتحها من هنا. ليه فتحتها يا عم الشيف؟ عشان السائل اللي جوه ده يطلع لما ادخلها الفرن، والفها كده اهو. وانا بلفها بضغط عليها كده بالراحه. اللهم صل على النبي. ساندوتش زي ما هي كده، هعمل واحده كمان وسيبونا اشتغل. حاضر عيني. في تركايه بقى هعملها، بس مخرجنا عايزين نطلع فاصل. هنطلع فاصل ونرجع تاني لتركايه بسيطه وافكار بسيطه وسهله لعمل فطاير لاولادنا لما يرجعوا من المدرسه ياخدوها وياكلوها بالف هنا وشفاء. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومعانا مخرج شاطر بيحبكم اكتر مني. ولا شيف بوغاز، طب انت انا طلعنا الفاصل لانك عملت العجينه كلها، ايه السرعه دي؟ السرعه دي ما بنشوفهاش ليه على الهوا؟ ما انا دوري في الهوا غير، يعني ان انا بعمل واحده واحده كده عشان حضراتكم تعرفوا التفاصيل الصغيره، ده الطبيعي. انا لفيت العجينه بسرعه كده مع حضراتكم، عملنا واحده واثنين، والطبيعي بجيب سكينه صغيره عايزه تاخد شكل حلو، بشرشرها كده. التقطيعه دي حلوه، لما العجينه دي تندهن بيض دلوقتي مع حليب هيبقى شكلها حلو. معانا من البيض اتنين،
حلو. بحط على البيض ده شويه زعتر حلوين. الموضوع ابسط مما تتخيلي. ليه؟ انك انت البيض ممكن فيه زفاره، ممكن انت دلوقتي عملت الفطاير دي وحطيت عليها بيض، وده بيحصل والله العظيم في المحلات اللي ممكن بروحها، يعني الاولاد يحبوا فطاير اجيبها الاقي فيها زفاره، الاقي اللحمه طعمها حلو والعجينه مخدومه. الزفاره دي جت منين؟ الراجل الطيب عامل البطين حاططهم جنبه كده وحط عليهم شويه حليب وشغال بقى طول النهار. الطبيعي ان البيض بيبقى زفر. انا حطيت ملح وحطيت زعتر وحطيت فلفل اسود بالشكل ده كده، واحط شويه حليب. اصبح دول جاهزين يا عم الشيف زي الفل. وامسك الفطاير دي كده، حتى البيض اللي يفضل عندك ده ممكن تعملهم ايه؟ اومليت. عايزه بقى تعملها بحبه البركه؟ اهلا وسهلا. عايزه تعملها بالكمون الحصى؟ اهلا وسهلا. عايزه تعملها بالسمسم؟ اهلا وسهلا. هنا كده كلها عشان لما تخش الفرن تديلي شكل برونزي لطيف وحلو، والعجينه يبقى شكلها بيلمع زي اللي بنشوفها في بعض المحلات عند البيكري الخباز. يعني لو انا عملت المبكبكه بالفراخ بقطع الفرخه 8 قطع، الورك على 2، الصدر على 2، ومعانا الجناح بحته كده من الصدر، بقوا 8. صح يا غالي؟ 2 في 4 بكام؟ 8. والفراخ تتشوح زي ما انا شوحتها دلوقتي كده مع بصله وتومه والبهارات الحلوه من ايدك يا حاجه، واسيب الفراخ تستوي. مش هتاخد وقت كتير في السوى. هي الفكرة المبكبكة زي أي طبق مكرونة، بس الموضوع مختلف. بس المكرونة مثلا مش بالوايت صوص، أو مكرونة بالجمبري، أو مكرونة بالسي فود، أو مكرونة بالبشاميل، لا. الموضوع هنا مختلف في إيه؟ إن اللحم بيستوي أو الفراخ بتستوي، وفي الآخر بعد ما تستوي تماما ومرحلة السوى تمت على خير، بننزل بنوع المكرونة اللي إحنا حابينه، وده نوع موحد للمبكبكة اللي هي المكرونة اللي معايا. حلو؟ خلونا ندخل دي الفرن. مخرجنا الجميل إيه رأيك؟ هندخل دي الفرن مع بعض عشان تستوي معانا، وبعدين نشوف التفاصيل لعمل المبكبكة. ادي فطاير السوسيز، بديل للسوسيز ممكن هوت دوج. ما عندكيش ده ولا ده، جيبي السجق الصغير بتاعنا البلدي بتحطيه في العجينه وتلفيه يبقى لطيف وجميل زي الفل. ما فيش ده ولا ده، حطها بلحمه مفرومه حسب الرغبه. هندخلها الفرن اهي زي الفل تستوي. تمام. عيني. يلا. ايه ده؟ ايه الصوره الحلوه؟ بيكري جوه الفرن. بالسمسم او بحبه البركه اختياري. اقفل يا سمسم. طيب نرجع لموضوع المبكبكه. شايفه اللحمه استوت ازاي يا رحمه؟ اللحمه بقت ملبنه مع البصله، ده اللي انا بدور عليه. التست مهم جدا للشوربه اللي انا هعمل فيها المبكبكه. اظبط الملح بتاعنا، عشان كده انا بدات بيها. مخرجنا بيقول لي هتبدا بايه؟ قلت له المبكبكه لحمه لسه هتستوي معايا، وزي ما حضراتكم شايفين كده زي الفل. ظبطت الطعم، حطيت الملح بتاعي زي الفل. اخد المكرونه بقى. للامانه انتوا عارفين ان انا صادق معاكم، المكرونه دي كتيره على الشوربه دي. شفتوا بقى قد ايه شوربه عايمه قوي واللحمه فيها؟ دي كتير قوي، لان يعني المكرونه دي لازم تستوي، والمبكبكه بتبقى مستويه، ما بتبقاش المكرونه يعني زي الاكل الطلياني مثلا، لا بالشكل ده كده. شفت؟ دي كتير قوي على فكره. شايفه؟ خلصت المبكبكه. والله هنا بقى اختياري، عايزه لونها لون الطماطم ونعملها بالطماطم، تبقى الطماطم ظاهره فيها هنحط طماطم. عايزاها بطعم من غير طماطم ده اختياري. بس هي المبكبكه بتتعمل بالطماطم تبقى لطيفه وحلوه. شفتي؟ هزودها شويه شوربه. العب. هو ده. تمام. زي الفل. معانا صوص طماطم محترم، بناخد منه شوية كده هنا. حلو. ادي فكرة المبكبكة، كل ده يستوي مع بعضه، اللحمة تكمل سواها، المكرونة تستوي وتتناغم مع طعم اللحمة والزعتر والروزماري والبهارات الحلوة. المبكبكة دايما ما لا ما هي اللحمه مهما تستوي في وضعها مع المكرونه هي مستويه. حلو. حلو قوي. قال لي اللحمه مش هتستوي قبل المكرونه؟
طبيعي هي اللحمه خلاص قربت تستوي، فانا حطيت المكرونه. التايم بتاع تسويه المكرونه ايا كانت تقريبا من 10 ل 15 دقيقه تبقى مستويه. انا عايز اقرص عليها في السوى شويه مع المبكبكه. طب سموها مبكبكه ليه يا شفيق؟ قول لي بقى انت سموها ليه مبكبكه؟ هو ده سؤال. هو لا علشان ما غرفهاش ولا اشيلها من على النار غير لما اشوفها بتبكبك قدام عينيا، برؤيه عينيا كده تبكبك يعني تغلي. هنشوف الكلام ده دلوقتي ان شاء الله، بس هنغطيها مع بعض لو سمحتوا. الغطا فين؟ زي الفل. عرفنا ليه سموها مبكبكه؟ علشان بتبكبك على النار، اللحمه مع الفراخ، سوري اللحمه مع المكرونه او الفراخ مع المكرونه اهو. يلا سيبناها كده زي الفل. يا ام اتهم ازيك؟ ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا يا اختي. ازيك يا شيف؟ ازيك يا ام؟ الحمد لله رب العالمين. اختي ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك طيب وانت طيبه. عاوزه بس اسال عن البيتزا الشرقي. البيتزا الشرقي؟ انت بنت حلال والله، معايا عجينه اهي زي الفل. مرزقه. حاضر عينيا الاثنين. البيتزا الشرقي بنفس العجينه اللي معايا دي كده، بنفرد العجينه مرحله تخمير اوليه نص ساعه بنفس المقادير اللي هي ايه يا شيف؟ كوبايتين من الدقيق، زبادي، انا بحب دايما الزبادي مع المعجنات بتاعتي اللي داخلها خميره. دايما لما تعملي عجينه بيتزا وعايزاها تبقى طريه، واحنا كمان عندنا الاولاد بيحبوها تتسخن بالليل، عايزينها تتسخن، مكسلين نخش المطبخ عايزين نعمل عشاء، فلما بتدخلي زبادي مع العجينه اللي فيها خميره بتضمني وتضربي عصفورين بحجر. ايه هو الحجر الاولاني؟ عصفورين بحجر. حلو قوي. العصفور الاول سوري انا اسف انك انت عملت عجينه طعمها حلو. العصفور الثاني اللي صدناه ايه هو؟ ان العجينه لما تيجي تسخنيها بتبقى طريه معاك ومتبقاش ناشفه، يعني بتلاقيها طريه بعد التسخين كانها لسه طالعه من الفرن. هما دول العصفورين. فانت لما تدخلي الزبادي مع العجينه يا اختي بتبقى العجينه طريه وزي الفل. بعد كده بنفردها في الصينيه ونعمل التوبنج بتاعنا اللي هو صوص طماطم، والشيف المغاز دايما بيشارك مع المكسرات في صوص الطماطم، يعني اذا بتعملي طماطم وبصل وتوم على النار بتحط شويه لوز، شويه عيد جمل، شويه فستق، شويه فول سوداني وتطحنهم ناعم مع صوص الطماطم. دي مدرسه المغاز. ليه؟ لان الاولاد بيحبوا البيتزا، فرصه ناكلهم اوميجا 3 اللي موجوده في المكسرات، وخاصه لو كانت لوز او عين جمل، وخاصه كمان كبار السن، لان البروتين اللي موجود في المكسرات بروتين امن غير مشبع، فنقدر نستفيد بيه زي الفل. طيب على البيتزا اللي الست الكل قالت عليها البيتزا الشرقي، عايزين نعملها بالسجق ماشي، باللحمه المفرومه ماشي، عشان كده سموها بيتزا شرقيه، وتبقى العجينه متخمره وزي الفل وبتاخد خضار وبصل وطماطم. العجينه معانا، ولو في وقت والله كنت عملت لكم البيتزا الشرقي عشان ست الكل. احنا هنطلع فاصل صغير ونرجع لعصير مهم جدا، والعصير ده انا بنصح كل ام وكل زوجه وكل اخت وكل ست الكل تعمل العصير ده دايما في ايام الشتاء، اللي هو عصير البرتقال بالجزر. 2 فيتامين سي، برتقال فيتامين سي، والبرتقال دلوقتي بشايره زي الفل، والجزر غني جدا بفيتامين سي على فكره. حبه الجوافه تشارك اهلا وسهلا. والعصير ده قيمته الغذائيه عاليه جدا وبيعلي المناعه ويقينا من اي امراض، وربنا يا رب يكفينا شر الامراض جميعا. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا نشوفوا مع بعض الفرن. عندنا فطاير في الفرن مش ناسينا، والمال الحلال ربنا مبارك فيه. افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، جيب الحلاوه اللي في الفرن. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ عايزين سرفيس حلو يستاهل ان احنا نغرف فيه الفطاير دي. حاضر. انا معاك اهو. انت عايز الابداع هنا بقى. اللون الفسفور اللي جاي ده واللون البرونز الحلو ده، اللون الذهبي الحلو ده، نتيجه حاجتين: ان العجينه واخده معلقه سكر في التخمير، الحاجه الثانيه ان انا دهنا بيض مع حليب مع شويه فليفر من الزعتر والملح، وما ننساش طبعا حبه البركه. انت اللي عينك حلوه يا غالي والله. يلا. طبعا اللون على الشاشه ملاحظين ان هو محمر شويه، بس هنطلعها كده ونشوفها مع بعض. اللهم صل على النبي. مفيش ريحه زفاره نهائي. انا حاطط ملح وحاطط زعتر على البيض. في مشكله بنواجهها يا اخوانا في ان احنا لما بنعمل او نشتري فطاير منقوشه بالزعتر، فطيره بجبنه حلوم، فطيره بجبنه قريش، فطيره بجبنه موزاريلا وهكذا، بتشم ريحه زفاره وانت بتاكل العجينه لما بتقرب منها، وخاصه لو كانت سخنه. الزفاره دي نتيجه ايه يا عم الشيف؟ نتيجه ان البيض زفر هنا. يا حلاوه.
مكانها هنا. مش في الكنترول. نشوف الاول كده. الله. دي طبعا لما تبرد تلاقيها فكت لوحدها. خلي بالك. الله. لا شوف شوف اللون اللي تحت ده. مخرجنا الجميل الله يوفاك وتزور النبي، جيب لي التفاصيل بتاعه العجينه من تحت. عود اي 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 زيف اي اي القرمش. ايه ده ايه ده؟ بسكوته بسكوته. حلوه. اللهم صل على النبي. اهم حاجه العجينه يا اختي يا امي، تحط في مقاديرها كوبايه زبادي. وانا من هواه اضافه الزبادي للمعجنات، سواء بيتزا سواء فطاير. تعالوا مع بعض نعمل عصير، والعصير ده انا هسميه عصير القوه، عصير الرشاقه، عصير المناعه. حلو الكلام. عصير الوقايه من اي امراض زي البرد، وخاصه البرد واحنا داخلين على البرد. برتقان وجزر. بيسالوني في الكنترول لو عايزين نعمل العصير ده يا شيف مغازي، الجزر ده يبقى ني ولا مستوي مسلوق؟ يعني مقادير على الشاشه. عسل نحل، ويجعل ايامنا كلها عسل نحل، زهره البرسيم بتاعنا الحلو بخير ارضنا. سيبك من العسل اللي سعره غالي ده، ده ملوش اي لازمه بصراحه. يعني جيب العسل بتاعنا زهره البرسيم لطيف وجميل. انا مش بحب الموالح، الموالح بتبقى فيها ملوحه شويه كده وبيعمل مشاكل مع الحموضه. ومعانا برتقان ومعانا جزر ومعانا شويه جنزبيل زي الفل. حلو الكلام. تعالى نعمله مع بعض كده ونشيك على الخلاط. يا عم ايهاب الكهرباء اخبارها ايه؟ الله، هو الصوت ده بيريحني. هو ده تمام زي الفل. ادي العصير، ادي البرتقال. اللهم صل على النبي. دورق برتقال. الصوت البرتقال نازل في الخلاط تحس ان في قوه. يا ويلي. تمام، خلي ده احنا عايزينه عشان نبقى نغرف فيه العصير بعدين. معانا عسل نحل، يا سلام. معانا جنزبيل، ما لقيتش الطازه، جبت شويه بودر صغيرين كده بحط شويه بطرف ايديا كده. حلو زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي جزر مبشور اللي هو ده. الجزر ده بيسالوا، الجزر ده اتسلق، وبعد ما اتسلق احنا بشرناه بالشكل ده كده. عصير حلو لاولادك. في حاجات بتتباع في السوبر ماركت كده للعصاير دي تحتفظ بالبروده ساعات، يعني مثلا يوم 24 ساعه حسب السعر يعني وحسب الماتيريال. جيبيها ابنك ورايح على المدرسه، حط له العصير فيها، تبقى لطيفه وحلوه بجد. جوزك ورايح على الشغل، ايه المشكله حبيبي؟ جبت لك النهارده، انت جايبها من المصروف اللي بتاخديه يعني، ما جبتش حاجه، بس وفرت وجبت وعملت تركيه حلوه. الراجل ايه؟ يعرف ان في حب هنا ويعرف فيه اهتمام. ودي ده عصير معاك اهيت، وقت ما تجي اشربها كده وانت في الشغل. ممكن الصبح الواحد ما يبقاش عايز ايه يشرب قهوه بس، عصير لا، ما يعني اي حاجه فطار لا. فكوبايه العصير دي مهمه جدا على فكره. العسل نازل يتناغم، بيتعرف على البرتقال والجزر، انسجام ثلاثي اهو. عايزه تحطي تلج حطي. على فكره انا بحب الايس كريم في ايام الشتاء اكتر من الصيف. وتعرفوا ان المعلومه دي، الايس كريم بينشط الدوره الدمويه وخاصه في الدماغ، في المخ، في الراس. يعني الايس كريم بينشط الدوره الدمويه لو في الشتاء بالذات. جرب كده ناكل ايس كريم في ايام الشتاء هنتدفى، مش ناكل ابو فروه. حلو، هناخد العصير ده كله في قلب الخلاط ويلا. انا اسف للازعاج، صوت الخلاط. مخرجنا يقول لي ابعد عنه علشان الصوت، احنا بندور على راحتكم مش حارمينكم من حاجه، حتى صوت الخلاط مش عايزين نزعجكم بيه. قادر عصير جاهز معايا زي الفل. تمام. معايا بقى شرايح من البرتقال،
شرايح من الليمون زي ما انت عايزه. الله يا صبابين العصير زيدوا حالاته. لا هي الاغنيه بتقول يا صبابين الشاي زيدوا حالاته. والله انا بسمعها مش فاكر مين بيغنيها بصراحه، عشان انت بتختبرني وانت شايفني راجل بعرف اطبخ وعندي حاسه السمع الكويسه وخاصه الاغاني الحلوه. شايف البرتقال ده في قلب الايه؟ يا سلام البرتقال ده لما ينسجم كده، ده برتقال لسه اخضر بشايره، وبعد ما نشرب العصير نمسك الاستاذ البرتقال ده كده ايه تحت سنانا. يا ويلي يا ويلي، اي خدمه زي الفل. حاضر هنغرف المبكبكه اخر حاجه، انا سايبها خالص خلي بالك، مش قلقان. الشوربه بتاعتي واللحمه استويه وزي الفل، هنغرفها مع بعض دلوقتي. حاضر عينيا. حاضر يا غالي، عايز ابص عليها. بص عليها، بص على الحلاوه وشوف الحلاوه. المبكبكه اهي، شايفين المكرونه كانت الاول مش باينه خالص اهي. الله الله، اللهم صل على النبي. اهي ادي المبكبكه بتاعتي الجميله واللحمه مستويه ملبن في قلب المكرونه. اهو 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 يا ويلي. لا انا بقى بعد ما نخلص، بعد ما نخلص الاكله دي انا هاكل مكرونه مش هاكل لحمه. اهي انا هاكل مكرونه مش هاكل لحمه والله، لان هي المكرونه خدت طعم اللحمه، خدت الشوربه وراحت خلاص. اهو حاضر حاضر. اهو ده لا، واللحمه ملبن ملبسه فرحان بيها انا. خليها كده اصب العصير. انصحك وانصح كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على سفرتك دايما العصير الفريش زي ده كده. لو هتعملي عصير خيره عيني. شايف البرتقال بيروح فين وانا بصب؟ امسك دي في ايدي. حاضر اهو اهو، انا عارف انك عايز تجيب صوره حلوه. كلنا بنشتغل. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ألف هنا وشفا. شيل ده من هنا ونروق الترابيزه بتاعتنا او الكاونتر بتاعنا او الرخامه بتاعتنا. الله، ونغرف المبكبكه مع بعض في الطبق الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الموضوع هنا محتاج لوقفه. شيت مبكبكه والاكل دي كمان يعني ايه غدوه مع طبق سلطه خضراء زي اللي الشيف عامله ده كده. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يلا العب. اود اود. اه 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 اه، مبكبكه نازله بتغني. الله، اكله مشهوره في المطبخ الليبي. بنسافر على ليبيا، ولادنا بيروحوا، اللي مسافر يرجع بالسلامه، واللي عايز يسافر يسافر بالسلامه. سالم غانم جوزك سافر وجاي كان بياكل المبكبكه هناك، علمتك تعمليها النهارده اهوت. سافرنا على السعوديه، تحيه كبيره للشعب السعودي، بناكل كبسه واكل الكبسه هناك. اتعلمي عمل الكبسه بالشيف البغازي على اليوتيوب وعلى الصفحه، صفحه اكله امي والصفحه الرسميه للقناه الاولى موجوده الكبسه بكل تفاصيلها. والله انا عاجبني قوي الاكله دي، بس انا عايز اعمل حاجه حلوه. شفت البصل ده؟ يا ويلي يا ويلي على البصل ده، ولو بصل اخضر يبقى احلى. معانا الاخضر. الف هنا وشفا للي ياكل منها. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها معلومه غير معلومه، كمان فيها بساطه وسهوله ومرونه انك تقدري تعملي الاكله اللي نفسك فيها ولكن بالطعم المصري ايا كان نوع الاكله، حتى لو من الصين الشعبيه. رؤيه فن، ابداع، بساطه، سهوله، مرونه. الكلام ده مع الشيف المغازي من مزبيرو. We'll be right back.
ترجمة نانسي قنقر.